السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم حسن من سونوف سمارت سوليوشن، ومعانا النهاردة آخر تحديث لسنوف بريدج بآخر أبديت. هنراجع مع بعض. هنبدأ النهاردة مع سنوف بريدج وآخر تحديث لي، هنجربها مع بعض وهيساعدنا في موضوع ده الإضاءة من خلال سنوف ميني. بريدج حصل فيه تحديث كبير. احنا عندنا الاول كان البريدج ما بيشغلش غير اربع ريموتات، وكل ريموت اربعة شانل يعني 16 شانل او اربعة الارم. عندنا زي الدور الارم او زي البي اي ار او نوع الارم اللي موجودة 433 المتاحة بالنسبة لنا. حاليا حصل تعديل كبير في البرنامج، ان البرنامج بيقدر يشيل لحد 16 ريموت في اربعة شانل، يعني بيشيل لحد 64 بوتون. حصل فيه ابديت من ان هو بيشيل 16 بوتون فقط، 4 في 4، ان هو بيشيل 16 في 4 يعني 64 بوتون، او بيشيل معانا 16 الارم. ده طبعا تحديث كبير جدا. الاول كنا بنحتاج نزود اكتر من ريموت، كنا بنضطر نجيب اكتر من بريدج. دلوقتي هنقدر نشتغل لحد 16 ريموت او 16 الارم، وبالتالي ده هيفيدنا في حاجات كتير. وفي اوبشنات اتسالنا عليها اكتر من مره، ان انا عايز اضيف ريموت لاجهزه ما فيهاش ريموت، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. انا عندي الار ام ميني من القطع الجديده وما فيهاش ريموت، بتشتغل من خلال الموبايل معانا. طب احنا عايزين نضيف لها ريموت مع بعض دلوقتي، هنمشي الخطوات ستيب باي ستيب. انا عندي ريموت ما بيديش اي تاثير، والبريدج اهو موجود عندي. هنخش على البريدج، لسه ما ضفناش اي ريموتات عليه. هنبتدي اول حاجه نضيفها، لو انا عايز اشغل الريموت انه يشغل اي قطعه تاني، هيضاف الريموت على انه هيضاف كل بريس منهم على اساس انه الار. يعني هندوس اديت الار كونفيرم، وهنسميه هنا في الحالة الخاصة بينا الريموت اللي موجود معانا هنسميه اون ميني، يعني مفتاح الفتح للميني. وهنضيف الارم تاني، وهنغير اسمه برضه وهنسميه اوف ميني اللي هو الإغلاق. تمام، هنبتدي نوصف الريموت. نضغط هنا هولت، نسمع صفارة، ندوس على المفتاح، هيرجع يدي صفارة بالطريقة دي كده اتضاف. وهندوس هنا هولت، وهندوس على المفتاح التاني، صفارة كده اتضاف. يبقى أنا دوست الـ A كفتح والـ B كإغلاق. طيب هل كده هيشتغل؟ لا طبعا، لازم أرجع. أنا كده ضفت الـ A والـ B على البريدج، وهرجع أعمل في الاختيار هنا في سين، هبدأ أعمل إضافة. أنا كنت عامل إضافة قديمة، هنعمل لها ديليت عشان الأمور تبقى أسرع. تمام كده، الدنيا عندنا هي جديدة. هنبدأ نعمل إضافة. أديت أول حاجة اللي هو أون ميني اللي هو فتح الميني، ونديله شرط كونديشن. هنختار طبعا البريدج، وهنختار أون وسيف وضن. وهنرجع في حالة إن أنا دوست عليه، هيبقى النتيجة بتاعته بلاتفورم إن عندي الميني هيكون فيها أون برضو. ده كده أول شرط. هضيف هديله دن تسييف، وهعمل شرط جديد وهسميه اوف ميني تمام الاغلاق، وبرضه هختار البريدج واختار اوف ميني، وادي سيف وادي دن، وارجع تاني الاكشن اللي خاص بيها هقول له اديني اغلاق للقطعه. الموضوع بالسرعه دي وبالسهوله اللي انتم شايفينها
حاليا دلوقتي نعمل تيست. هدوس على مفتاح الريموت شغل الميني، هدوس على البي عمل لي اغلاق للميني. تمام، الموضوع ده بنقدر نعمله في كل القطع الخاصه بسنوف اللي موجود عندنا. طيب عايزين نضيف الارم حقيقي، هنعمل دلوقتي تجربه على الدور ديتكتور، هندي مثال ليه بنفس الطريقه. هنروح على البريدج، هدوس الارم وادي كونفيرم وابتدي اضيف الدور عندي. تمام كده اضاف معايا الدور عندي، وهنسميه مثلا، هنفترض ان احنا عايزين برضو نتحكم في الاضاءه هنا، هنقول اون ميني. تمام، هنيجي عندنا على السين ونعمل اضافه هنسميها اون ميني دور، ونديها شرط ونختار بريدج ونختار اخر اختيار عندنا اون ميني، وهندوس الاكشن نيفتح معانا. تمام وضن نجرب. تمام كده، اول ما حد هيفتح الباب اللمبه عندي هتقفل. انا عايز اعمل اغلاق هدوس على البي، عايز اعمل فتح هعمل على البي. يبقى احنا كده نقدر نوظف الالار الدور الار وبالمثل البي اي ار، ونقدر نوظف الريموت بشكل مباشر ان انا اعمل فتح واعمل اغلاق من خلال الريموت او من خلال الدور او من خلال البي اي ار. وده متاح معانا ان احنا نضيف في الاختيارات عندنا في البريدج لحد 16 اختيار. تمام، يعني انا دلوقتي لو دوست عايز اضيف ريموت تاني، اربعه ريموت اربعه بوتون، هقول له ريموت اربعه بوتون كونفيرم، يبقى انا كده اضاف معايا ريموت واقدر اضيفه بكل بساطه برضو. ريموت افضل حاجه بتاعه اضاف، وهكذا اقدر اضيف مجموعه تاني مثلا اربع بوتون ومجموعه تاني لحد ما اوصل ل 16 اختيار. عاملين نعمل اضافه اهو معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 ونقدر نوصل لحد 16 اختيار. يبقى كده انا اقدر كل مجموعه الريموتات اللي موجوده قدامي حاليا دي اقدر اضيفها، اضيف لحد 16 ريموت، او ان انا اضيف 16 الارم، او اعمل مزيج ما بين الاثنين. يبقى كده انا عندي اي قطعه سمارت خاصه بينا ما فيهاش ريموت اقدر اضيف لها ريموت من عن طريق البريدج. كان معاكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، اتمنى ان يكون الفيديو النهارده فيه افاده، واشوفكم في حلقه جديده من حلقات سونوف مع سونيك سمارت سوليوشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.